مصطفى شلبي يرفض الانضمام الى معسكر فريق انبي بالاسكندريه واجتماع طارئ في النادي الاهلي اليوم، وهنتكلم شويه عن صفقات الاهلي الجديده المنتظره، وكمان هنعرف مصير اللاعب سامسون صفقه الزمالك الجديده، وهنتكلم كمان عن صفقات الزمالك الجديده المنتظره. تعال بينا نشوف اخبار الاهلي واخبار الزمالك، بس قبل ما تيجي صل على رسول الله وخليك في الملعب مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس واخبط واحده لايك للفيديو. يلا بينا على اخبار الاهلي واخبار الزمالك. تعال نبدا الفيديو بتاعنا بموضوع مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يرفض الانضمام الى معسكر فريق انبي بالاسكندريه ويطلب الرحيل عن الفريق البترولي. خليني اقول لك ايه الحكايه والقصه بتاعت مصطفى شلبي. مصطفى شلبي بلغ الكابتن كشري انه هيتاخر شويه عن المعسكر. كابتن كشري قال له يا تيجي المعسكر في ميعادك يا ما تجيش خالص. مصطفى شلبي قال له خلاص يا كابتن انا مش معاك في المعسكر، واداره النادي عرفت بالموضوع وحصل كلام مع مصطفى واللاعب خلاص عايز يمشي. بس خليني اقول لك ان النادي الوحيد اللي بيتكلم بصفه رسميه على مصطفى شلبي هو النادي المصري البورسعيدي. ندخل بقى على اللاعب سامسون اكينولا. مصير اللاعب سامسون مع نادي الزمالك. سامسون الزمالك كان جايبه على اساس ان هو تحت السن، بس كلنا عرفنا اللي حصل والتصريح اللي خرج من الاتحاد الكوره واللي على اساسه اللاعب هيكون فوق السن. ناس بتقول لك الزمالك هيتراجع عن الصفقه، وناس كمان بتقول لك ان الزمالك بيشوف اعاره للاعب. وخلينا اقول لك ان المبلغ اللي هيدفع في اللاعب ده مبلغ كبير جدا، انت بتتكلم على 700,000 دولار. بس خلينا اقول لك ان سامسون جه القاهره وكمان حصلت جلسه التصوير بتاعه تقديم اللاعب. يعني من الاخر كده كلها ايام، وقريبا جدا الزمالك هيعلن عن الصفقه الجديده وهو اللاعب سامسون اكينولا. تعال بقى كده بصه سريعه على صفقات الزمالك الجديده المنتظره. بعد الاعلان عن عمر جابر، الزمالك تعاقد مع اللاعب سامسون اكينولا اللي خلاص زي ما قلت لك كده ان هو جه القاهره، وايام قليله تفصل الزمالك عن الاعلان عن الصفقه. طب ايه الصفقات بقى اللي جايه بعد سامسون؟ في كلام اتقال ان ناقص 3 صفقات جديده للزمالك، ولكن على الواقع مفيش اي كلام رسمي. بس خليني اقول لك ان كلام على عبده يحيى لاعب غزل المحله، وكمان اللاعب ناصر منسي لاعب البنك الاهلي. اما بقى الصفقه اللي الزمالك عايزها بجديه هو اللاعب عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش. عمرو السيسي الزمالك محتاجه جدا في الفريق وبيسعى بكل الطرق عشان يتعاقد مع اللاعب. هم دول الاسماء الثلاثه اللي مطروحين على نادي الزمالك او اللي الزمالك بيفكر ان هو يجيبهم، ناصر منسي وعمرو السيسي وكمان عبده يحيى. بس الايام اللي جايه هتبين كل حاجه وهنشوف ايه الصفقات الجديده لنادي الزمالك. تعالى بينا بقى على اخبار النادي الاهلي. النهارده هيكون في اجتماع طارئ في النادي الاهلي. الاجتماع ده هيكون خاص بشركه الكوره بالنادي الاهلي. هيتم فيه قبول استقاله شركه الكوره القديمه برئاسه ياسين منصور وتعيين شركه كوره جديده، ولكن مش هيكون في اعلان عن اي حاجه النهارده لان في تعديل في قانون الرياضه الجديد. تعال نبص على صفقات الاهلي الجديده المنتظره. خليني اقول لك ان الاهلي بيخلص في صفقتين في الناحيه الهجوميه. خليني اقول لك كمان ان الاهلي عامل منافسه قويه جدا في المراكز الهجوميه، وكمان الصفقتين اللي هيخلصوا دول فيهم واحد فوق السن وواحد تحت السن، بس هما دول الصفقتين اللي يعتبروا خلاص الاهلي بيخلص فيهم او هيعملهم خلال الفتره المتبقيه في الميركاتو المصري. اغرب ميركاتو واغرب موسم على وجه الارض. وبكده عزيزي المستمع تكون خلصت حلقتنا. اوعى تخرج من الملعب وخليك مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس. دمتم في امان الله.